ومباشرة من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا السيد عصام الملكاوي الخبير الاستراتيجي. سيد عصام، إذن يعني في أي سياق نضع هذا الهجوم الجوي البري ونظر الحرب الشاملة، هل تدق بالفعل في المنطقة على واقع هذا الهجوم؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. حقيقة يعني لا بد أن نأخذ هذه القراءة من وجهة نظر مختلفة. أولا أن هذه الضربات التي استخدمتها إسرائيل ضد لبنان على مساحة كبيرة جدا مختلفة عن الواقع الذي كان سابقا، يدل على أن إسرائيل كانت تخطط لهذا منذ زمن طويل. وأعتقد أن في معادلة الحسابات البينية بين حزب الله وبين إسرائيل نجد أن حزب الله قد أخطأ في حسابات المرحلة اللاحقة، بينما كانت إسرائيل تعد ذلك. وبالتالي وجدنا أن إسرائيل قامت بإحداث الاضطراب الداخلي في داخل القيادات العسكرية الكبرى في منظومة القيادة والسيطرة لحزب الله، ثم بدأت بعد ذلك بخلخلت هذا التنظيم الهيراركي أو التنظيم القيادي لقوات حزب الله. وبذلك وجدنا أن هنالك أصبح خلل في منظومة الضبط والسيطرة أو القيادة والسيطرة للقوات المقاتلة. ثم جاءت هذه الهجمات المتتالية بالضربات الجوية الغير مسبوقة حقيقة خلال هذا العام أو خلال مدة طويلة من الزمن. الآن نحن أمام حالة يمكن أن نرى فيها ما هو ميزان القوة الذي كنا نسمعه إعلاميا عن حزب الله أمام إسرائيل. هل هنالك فعلا قدرة الآن على لملمة الخروقات التي حصلت في التنظيم القيادي لحزب الله أو أن هنالك قدرة على إعادة زمام المبادرة ثم الانطلاق مرة أخرى إلى أهداف تعيد نظرية الردع لصالح الحزب؟ يبدو أننا أمام حالة الآن أعتقد أنها غير مفهومة، لأن قواعد الاشتباك التي كانت سائدة فيما مضى أصبحت الآن غير معمول بها. إذن ما هي المساحة المسموح بها لكلا الطرفين للمغامرة أكثر من اللازم؟ وعندما أقول أكثر من اللازم لا يعني انفتاح المسرح على حرب إقليمية شاملة، هذا غير وارد إطلاقا. يعني كنا نتحدث عن ذلك سابقا والجميع يتحدث، هو غير وارد إطلاقا. لكن الوارد في هذا المجال هو تدمير البنى التحتية والحضرية لكلا الدولتين، للبنان ولدولة الكيان. وبالتالي من يتحمل مسؤولية من؟ الدول الأوروبية وفرنسا ما زالت تنتظر ومتفرجة، وهي تعتبر أنها ولية أمر لبنان من الناحية الاستعمارية الزمنية السابقة. ولكن أيضا باقي الدول تنظر على أن إسرائيل الطفل المدلل ويحق له الدفاع عن نفسه، أي أن إسرائيل صاحبة الحق في الدفاع عن أمنها. إذن من هو الذي يقف وراء حزب الله؟ أعتقد أن إيران الآن ستنأى بنفسها عن الانخراط في هذه المعركة. هل يستطيع حزب الله أن يفك اتصاله وارتباطه مع إيران ويكون صاحب القرار في اتخاذ أمر عمليات عسكري لإنجاز مهمة قادرة على إعادة نظرية الردع للحزب؟ هذا سؤال يمكن أن نراه خلال اليوم وغدا. إذا لم يتم تطوير الهجوم المضاد لحزب الله على إسرائيل وضرب المواقع الموجعة في الداخل الكيان الإسرائيلي، أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة في ما يسمى تفكيك منظومة حزب الله العسكرية. هل حان الوقت للانتهاء من هذا الحزب كمنظومة عسكرية؟ إذا كان هذا هو المقصود والمخطط له من قبل إسرائيل ومن قبل من يدعم إسرائيل في المنطقة وفي الخارج، أعتقد أنها يعني مرحلة جديدة.
كما قال نتنياهو اليوم ومن قبل أننا أمام إعادة منظومة تهيئة شرق أوسط جديد. وهو عندما وضع هدف بإعادة السكان وأنه لن يوقف الحرب إلا بإعادة سكان المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة إلى مساكنهم، فأعتقد أنه هو الآن إذا لم ينتصر فهو سينتحر، لأن خروجه من غزة مهزوما استراتيجيا. أعتقد أنه يحاول أن يكون منتصرا عسكريا واستراتيجيا. يعني سيد عصام، يعني بالفعل سوف نتطرق إلى هذه النقاط، يعني هذه تساؤلات كبيرة بالفعل سوف نتطرق إليها في هذا الأمر. لكن اسمح لي أيضا، نتنياهو قال أنه سيغير موازين القوة في الشمال، هل يعني ذلك ربما الاستيلاء على بعض المناطق أو المساحات في الجنوب اللبناني، وهو أمر تردد مؤخرا بالطبع؟ وأيضا ما الذي يملكه حزب الله حتى هذه اللحظة مع اختلاف موازين القوة وأيضا مع اختلاف السيناريوهات التي حدثت في 2006 للرد على ما تم مؤخرا من اعتداءات متكررة ومستمرة حتى الآن؟ هو يعني حقيقة أن إسرائيل منذ عام 2006 وحتى يومنا الحاضر هي تدرس مخرجات أو الدروس المستفادة من حرب 2006، وبالتالي هي وضعت جميع السيناريوهات فيما لو حصلت اشتباكات جديدة، وبالتالي هي حاولت توجيه هذه الضربات الساحقة والتدميرية للجنوب، لأنها تعلم التركيبة الأفقية من الناحية السياسية للمجتمع اللبناني المنقسم حقيقة بين مؤيد ومعارض لتواجد حزب الله وابن حزب الله في المنطقة، إضافة إلى أن هنالك أيضا انقسام عمودي في المستويين السياسي والعسكري ما بين قمة الهرم اللبناني الجيش اللبناني وما بين قاعدة الشعب اللبناني وخاصة حزب الله من الناحية العسكرية. لذلك عندما قامت بهذه الضربات هي تحاول توسيع الفجوات ما بين الشعب الواحد. وهنا أقول أن عملية الدخول البري هي حالة انتصار لأي من يتقدم بالأول، بمعنى إذا تقدم حزب الله واخترق وتجاوز الخط الأزرق تجاه الأراضي المحتلة فأعتقد أنه سيربح، وإذا دخلت إسرائيل واجتازت الخط الأزرق باتجاه الجنوب اللبناني فأعتقد أنها ستربح. من يبدأ بعملية الاختراق للخط الأزرق هو صاحب الصمت. من هنا أنا أقول على حزب الله أن يكون منتبه لذلك، إضافة إلى استخدام الأسلحة التي كنا نسمع عنها إعلاميا ولكننا لم نرى لها على الأرض تواجد. هل يمكن أن تستخدم أو يستخدم حزب الله هذه الصواريخ الآن ليصل إلى إيلات وإلى عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ إذا لم يستخدمها الآن فمتى سيستخدمها؟ أعتقد إذا لم يستخدمها فإنه سيخسر الحرب، وإذا استخدمها وضربت بيروت وضربت المدن اللبنانية فسيقف العالم كله الآن ويطلب وقف إطلاق النار. لذلك على حزب الله أن يستخدم كل ما لديه من قوة، وإذا فشل في ذلك فقد انتهى حزب الله ولا رجعة لأي. يعني ربما الساعات القادمة حاسمة بالفعل يعني سيد عصام في هذا الأمر، وستتضح الرؤية أكثر ربما خلال الساعات القليلة القادمة في هذا الأمر، وكيف سيكون الرد من جانب حزب الله على هذا العدوان الإسرائيلي بالطبع، وأيضا السيناريوهات المتوقعة من جانب تل أبيب خلال الفترة القادمة. على الحال بشكرك شكرا جزيلا السيد عصام الملكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت متحدثا إلينا من العاصمة الأردنية عمان. أيضا